مرحبا، أنا اسمي ثيبة شرف وأنا خبيرة العلاج بالطاقة الحيوية أو الريكي. في عنا سؤال أنه في بعض الأحيان عند الاستيقاظ من النوم يكون المزاج متعكرا، كيف يمكن أن نهدئ هذا التعكر وتصبح الحالة النفسية جيدة ومستقرة؟ هلأ أول شيء أنا بنصح أي شخص أنه لازم يعرض حاله على طبيب مختص ويتأكد انه ما في سبب عضوي او ما في سبب مرضي لهذا الشيء. متى ما لحنا طمنا انه الصحة فاين وكل شيء وهو يمكن بس السبب نفسي، في طريقة بالريكي، طريقة انه هي نعمل على حالنا حركات يد الريكي، وهي بالتالي رح توازن الشاكرات. هلا للاشخاص اللي هن مالهم ممارسين ريكي، اي مشكله غالبا بالمزاج هي رح تكون معناتها انه الشاكره الاولى او الجذر وشاكره السيكرال او الشاكره الثانيه معناتها مالهم ظابطين. في تمرين كتير حلو ممكن نعمله انه يساعدنا نتخلص من اي طاقات سلبية، وانا بسميه تمرين الشجرة. هذا مثل التقريض، مثل بالكهرباء لما هن بيمدوا سلك لحتى ما يصير كونتاك. كيف بنعمله هذا التمرين؟ انه ممكن اول ما في واول ما نحط رجلين على الارض، مجرد دقيقة واحدة أو يعني بس كم دقيقة، كل ما تدربنا عليه كل ما صرنا أسرع، أنه نتخيل في جذور عم تطلع من رجلينا وعم تربطنا بالأرض تماماً مثل الشجرة. لما منكون عم نعمل هالطريقة هاي، هذا الشيء بيخلصنا من أي طاقات سلبية، وبالتالي أنه بتبلش نفسيتنا بتتحسن. فينا نعمل شيء ثاني كمان، انه نرفع طاقتنا الايجابيه. كيف فينا نرفع طاقتنا الايجابيه؟ بطريقه كثير سهله وبسيطه. نفس الشيء انه ونحن قاعدين فينا نتخيل انه في شعاع جاي من السماء، وهذا الشعاع هو عم يربطنا بالطاقه الكونيه يلي هي عندها كل الاجوبه وعندها كل قدره الشفاء. وهذا الشعاع فيكم تتخيلوا انه عم يدخل من الرأس، من اعلى الرأس. وقبل ما اعمل التمرين كتير مهم النية، لانه الطاقة تتبع الفكرة. فانا قبل ما اعمله بكون انا مثلا عم اقول انه انا بدي هلأ اعمل هالتمرين لحتى يساعدني انه يرفع طاقتي او لحتى يحرر اي معوقات للطاقة. طبعا التمرين ممكن يطول، ممكن انت تحس انه الضوء وقف مثلا عند الكتاف، انا كتافي شوي متشنجين فبشوف انه الضوء بلش يوقف اكتر هون، بعدين صار يمشي اسرع، بعدين يمكن اذا انا زعلانة بلش الضوء اكتر وقف عند قلبي. مثلا في عندي مشكلة بالرجلين يمكن حس انه الضوء طول اكثر عند رجلي. هيك خد وقتك لحتى تحس انه انت اخذت كفايتك من التمرين، وبالنهاية طلع الضوء خلاص مرق على كل جسمك، وبعدين فيك تتخيل انه الضوء عم بيلف حواليك من فوق لتحت وعم يطلق حواليك اغلالة هيك بسيطة لماعة رح تقوم بحمايتك ورفع طاقتك الإيجابية، وكمان إنها تفتح بصيرتك لحتى أنت تقدر تتخذ كل الخطوات اللازمة لحتى تحقق اللي أنت بدك.